بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مع أم تسنيم. اليوم إن شاء الله جيتكم بطريقة في تغيير ذوق الفول السوداني أو الكاوكاو لذوق الفستق أو البيستاش. لهنا احنا نعرفوا البيستاش بلي غالي بزاف في الأسواق حقيقة، أنا وحدة ما نشريهش ما نكذبش عليكم، الا اذا كانت يعني للضروره ومحتمه بزاف، لكن نحتاجو هكذا اللون هذاك الباهي مليح في الحلويات للديكور. اذا انا عندي لهنا كميه من الفول السوداني، شريته مقشر الكاوكاو، يعني ما قشرتوش، وتقدروا تقشروه في الدار، ولكن كيف تقشروه؟ تحطوه في الفرن، توزعي الكاوكاو تاعك في الفرن ولكن النار تكون قليله خلاص والصينيه عاليه بزاف، يعني من لونه لازم يتبدلكش، لازم اللون يقعد لك ابيض بهذه الطريقه، يعني جوست تشوفي القشوره هذيك بدات تنحى فقط، يعني من ذاك وحكمي حبه هكذا فكيها، لشتي تنفصل القشوره مباشره خلاص تنحيه ونحيلو القشور، راح يكون لونه مش متغير خلاص، يقعد لك ابيض هكذاك به اللون يبان فيه اللي راح نديرو هذا مكان. انا شريته ابيض مباشره مقشر، يعني عندي لهنا حوالي 125 غرام، مش كميه كبيره، كنت رحيتها هكذا يعني شويه خشين مدشش مش رقيق بزاف. واش نحتاجو ثاني؟ عندي لهنا عطر الفستق كما راكم تشوفوا لهنا، وعندي ملون غذائي اخضر لهنا، يعني انا ما عفوا ما لقيتش اللون البيستاشي، انتم الا لقيتوه اللون اللي يكون في البيستاش يكون احسن، انا هذا اخضر نعناعي للاسف. وعندي كميه من الماء، راح نحط حوالي من ملعقه لملعقتين فقط باه نحل هذا اللون. بسم الله، نجيبو حاجه فيها نحطو، لا ندي هكذا هذو ثلاث ملاعق صغيره، راح ندي اللون الاخضر، ندي على حساب الذوق. ونديو شويه من عطر الفستق هكذا، حندي ملعقه هكا شويه كبيره مش صغيره بزاف، حنا هذا نديروه غير للتزيين فقط. يعني الاحسن تشوفوا عطر الفستق اللي ريحته مليحه، انا هذا عندي مليح مركز موش هذاك اللي يكون مايه بزاف هكذا، وتشموه لهنا اللي شفتوا بلي ريحه الفستق باينه فيه خلاص، انا هنا حطيت هذيك ملعقه تكفي. بسم الله، راح نبدا نجيب الكاوكاو هنايا ونبدا نشمخ فيه بهذا الخليط ونعجن فيه. بسم الله، هكذا الا شفتوا اللون هذاك قليل تقدروا تزيدوا. اذا هنايا اذا شفتوا اللون تاعكم جاكم ذاك الخضر مش باهي كيما انا جاني اخضر هذاك الغامق، راني زدت له شويه، زدت انا كميه ديجا خاصت له ولا زدت الكميه ثانيه، وزدت لها شويه ملون اصفر، هاولك ملون اصفر لهنايا مع هذاك الاخضر النعناعي راح يعطينا فيه الفيغ بيستاش هكذا. نقعد
بهذه الطريقه حتى تحصل على اللون اللي راني حابه. في نفس الوقت يتشمخ لي هذاك الكاوكاو مليح. نظن اللون تاعو مقبول. اذا انا هنايا هايلك بعد ما خلطتو حتى وصلت اللولاني حبه، هاوليك يجيكم مشمخ هايلك بهذه الطريقه. عفوا عن المنظر هذا. المهم دوك واش راح ندير، راح نخليه نغطيه بكيس بلاستيكي ونخليه حتى ينشف لي، يعني يشوف وتشرب مليح هذاك اللون والذوق تاع الفستق، ومن بعد نشوفوا تكمله. هنايا نقطه، انا قعدت نضيف اشاك فوا ندير شويه ماء وندير الملونات وندير العطر ونضيف حتى وصلت للون اللي راني حباته وحتى تشمخ لي بطريقه مليحه بهذا الشكل. انا راح نغطيه ونخليه ينشف ومن بعد نرجع لكم، يعني واحد 20 دقيقه هكاك ونرجع. اذا هنايا بعد ما فاتت المده قلت لكم عليها، انا فاتت اكثر، رحت عندي شغل نسيت روحي. اذا هنا واش راح ندير، راح نحطه في صينيه تدخل للفرن باه نشفو بما انه راه مشمخ. ندير هكا ورق زبده، الا عندكم اللي ما عندكمش تقدروا ما ديروش، ما تسخلكمش الدنيا برك هكذا. وراح ندخلو للفرن يكون لي الخلاص، يعني راح نشفو من ندير له حتى حاجه نوزعو من ذاك نحركو، يعني هذا الكيفيه تقدروا تخدموها في نهار فريد اللي راح تخدموا فيه الحلوه هكذا. من ذاك نجي ونحركوا هكا غير بشويه برك حتى نشوفوا بلي نشف لي بالكامل الفرن، راني نقول ناقص نهائيا، يعني غير الدفا هذاك برك اللي نشفوا لي فقط، مانيش حابه لا نحرقوا ولا حتى انا نحمصوا هكذا. هندخلو الفرن ونرجع لكم. اذا هنا هاولك بعد ما نشفته في الفرن كما كنتم تشوفوا لهنا، انا راح نحتاجه في التزيين صابلي، على هذا راح نرحيه شويه كما كنتم تشوفوا لهنا خشين، نرحيه شويه نخليش هكذا، انا رحيته خشين بالطريقه هذه باه ما يعجنليش بزاف لما نجي نلونه من قبل. على هذه الان راح نرحيه ونرجع لكم. اذا هاولك هنا انا بعد ما رحيته كما راكم تشوفوا هكذا باه نقدر نزين به ويجيني مليح، يعني ما يكونش خشين بزاف. نتمنى ان شاء الله باذن الله نكون وصلت لكم فكره مليحه لهنا، ريحته تخرج لكم مليحه وبنينه اذا كان ليكس تخي تاعكم مليح، اللي كان مش مليح يعني نتوما السبب. شوفوا دوروا على العطر تاع الفستق اللي يكون مليح، خاصه هذاك اللي يكون مركز راح يعطيكم نتيجه رائعه وريحته راح تجي بنينه. اذا هاولك للتزيين متضطروش يعني تشريو البيستاش. نتمنى باذن الله نكون وصلت لكم كما قلت لكم فكره مليحه على تغيير ذوق الكاوكاو الى البيستاش او الفستق. والان ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في نفوسكم ودمتم اوفياء والسلام عليكم.